دقني بتخف، شعر راسي بيخف، الاداء الجنسي بيتاثر شويه. طب ازاي في رياضه في الدنيا ممكن ان هي فعلا تضر الجسم؟ طب هل فعلا ممكن مراحل السلع الوراثي المستمر المتقدم عندي دي تكون في الاخر بسبب الرياضه اللي انا بمارسها، اللي انا اصلا بمارسها عشان تحسن حالتي الصحيه؟ ازاي كل ده بيحصل مع اني مش باخد استيرويدز، مع اني ماشي مظبوط، مجرد اللي بعمله ان انا بلعب رياضة كمال الاجسام. ازيكم عاملين ايه؟ انا فرح محسن، دكتورة صيدلانية، معاكم على تشانل دكتور جوي. تعالوا نبدأ بجملة بديهية جدا والناس كلها عارفاها. ايه هي رياضة كمال الاجسام؟ تقوم على pushing the limits of the body، يعني ان انا بزود او كل شوية بمد من حدود تحمل الجسم، بحيث ان انا ازود التكتل العضلي ومع الوقت اقلل الكتلة الدهنية اللي في الجسم، فتبان العضلات الجميلة الموجودة عندي بالشكل حلو ومتناسق. pushing the limits ده يعني انا بمسك العضلة كده كل شوية على مسافات متقاربة من الزمن، بزود من حدود قدرتها على التحمل. واحنا عارفين ان العضلة لما تتحمل بيحصلها tearing، يعني حرفيا بتتمزق. التمزق بقى بيخلق فجوه في التكوين العضلي، عايزه تعوض، العضله عايزه تعوض التكوين بتاعها ده. يبدا الجسم يشتغل على توظيف الامينو اسيد والبروتينز اللي موجوده في الجهاز الهضمي لانشاء كتله عضليه معوضه للكتله المتمزقه دي. ده كده التعبير الحرفي المختصر البسيط المبسط ليه اللي بيحصل وقت ممارسه رياضه كمال الاجسام. اوكي، شيء جميل. فين الغلطه؟ في الغلطه اللي بتحصل عشان تخلي الجسم يتمرد ويحصل له كل الكومبليكيشنز دي. الحاجه المسؤوله عن توظيف البروتين في البناء العضلي في جسم الانسان هو التستوستيرون، هرمون الذكوره. لما الجسم بيحتاج بناء عضلي بشكل مكثف، بيبدا الجسم على مستوى عالي يحس ان هو محتاج يعوض نسبه العضل التمزق ده، بالتالي الجسم بيترجم ان هو في حاله من الحالات العاجله، بيتصرف بانه عايز يسعف نفسه، يعني بيستعين باقوى حاجه ممكن تعوض البناء العضلي ده، حتى لو الحاجه دي هيبقى ليها 30 ضرر تاني، ولكن انا عايز اشوف العضله اللي متقطعه دي دلوقتي اعوضها واصلحها. عشان كده نلاقي الناس المتمرسين قوي في كمال الاجسام بيحصل لهم استشفاء للعضلات بشكل اسرع من المبتدئين. المبتدئ ده يكون لسه جسمه بيتعود على الحاله الارجنت او الحاله الطارئه دي، فيبدا ان هو في الاول يكون بيتعب اكتر من حد متمرس او قديم في اللعبه. الجسم بيمسك هرمون الذكوره، يخلي انزيم في جسمي اسمه 5 الفا ريدكتاز يحوله من هرمون الذكوره للدي اتش تي، من تستوستيرون لداي هيدرو تستوستيرون. الداي هيدرو تستوستيرون دي اثبتت الابحاث، وبالمناسبه كل الابحاث اللي هنتكلم عنها دي موجوده في الديسكربشن بوكس، تقدروا تطلعوا عليها في صندوق الوصف. اثبتت ان الدي اتش تي او الداي هيدرو تستوستيرون، الصوره المهدرجه من هرمون الذكوره، عندها قدره عاليه جدا على استشفاء العضلات وتكوين البناء وتعويض البناء العضلي للجسم اضعاف التستوستيرون او هرمون الذكوره العادي. بالتالي ده الحاجه الرائده او السائده اللي الجسم بيستخدمها في الحالات الطارئه، زي مثلا لما اتعرض لحادث لا قدر الله والجسم يحصل له تيرنج او تمزق عضلي في انحاء كتير من الجسم، ويبقى الجسم عايز يخش في حاله استشفاء سريع. اللي بيتصرف في الحاله دي مش التستوستيرون، ده مش حاله بناء عادي للعضلات، ده حاله بناء طارئ استشفاء للجسم. اللي بيتصرف في الحاله دي هو الدي اتش تي. لما دخل جسمي في حاله من تكوين البناء العضلي بشكل طارئ وازود الضغط على جسمي، ويبقى كل الهدف زياده الكتله العضليه، بالتالي الجسم بيبدا غصب عنه مهما انا اتعاملت معاه بذكاء هيستدعي دي اتش تي، وده مثبته بابحاث كتير جدا نقدر نطلع عليها. ملخص البحث بيقول وبيثبت قوه الدي اتش تي في تعويض البناء العضلي، وبيؤكد استعانه الجسم بيه في الحالات الطارئه للتمزق العضلي. الدي اتش تي ده بيعمل ايه لما يزيد في جسمي؟ يعني بيزود من الحبوب، بيزود من الدمامل والخراريج، بيزود من التكوين التكتل الدهني تحت بصيلات الشعر الجسديه او في فروه الراس. فروه الراس تبدا تبقى دهنيه، البشره تبقى دهنيه، يزيد الدمامل الحبوب الخراريج، يزيد في الظهر بالذات حبوب الظهر، حبوب في المنطقه دي وفي منطقه حرف التي دي هنا وهنا، والحبوب اللي في الدقن، يبقى الحبوب اللي في خط الخد ده، الحبوب اللي في الدقن، الحبوب اللي على المناخير والمنطقه دي، والحبوب اللي في الظهر في المطلق. طبعا طبعا بيزود من حساسيه بصيلات الشعر للصلع الوراثي. شرح زياده حساسيه بصيلات الشعر لدي اتش تي ده هيطول قوي مننا، ناخدها دلوقتي معلومه ونتكلم عليها اكتر بعدين. وايضا طبعا بيزود وبيعجل من ظهور الصلع الوراثي، فيبدا يظهر تفاقم الحاله، ممكن يوصل ان هو يبقى يبان بدري 10 سنين كاملين.
نيجي بعد كده بقى في ضرره على الحاله التناسليه او الحاله الجنسيه. انا دلوقتي معتمده على الدي اتش سي في معظم الوظائف التي تعتمد على المستقبلات الهرمونيه، لان الدي اتش سي يحل محل التستوستيرون في معظم الاماكن اللي ليها مستقبلات هرمونيه ذكوريه. بل والدي اتش سي طبقا للابحاث اكد قوه ارتباط الدي اتش سي بالمستقبلات عن هرمون الذكوره نفسه. وطبعا الوظائف الجنسيه التناسليه في الجسم معتمده على هرمون الذكوره، فتبدا تعتمد بشكل اكبر وترتبط ارتباط اكبر والافنسي بتاعتها تعلى للدي اتش تي، فيبدا الوظيفه دي تتحسن جدا. يجي انا يحصل لي اصابه لا قدر الله، يحصل لي ظرف، يحصل لي اي حاجه في الشغل في الحياه يخليني ان انا اوقف تمرين او اقلل تمرين، يبدا يحصل هبوط في كل الوظائف اللي كانت معتمده على الدي اتش تي في الجسم. ولما انتاج الدي اتش تي اتمنع، هل انا حالتي هتتحسن؟ لا، هتتدهور زياده عن ما هي كانت متدهوره وقت وجود الدي اتش تي. ليه؟ لان احنا قلنا وما كنا بنشرح المستقبلات، قلنا ان عدم وجود الهرمون اللي معتمد عليه مستقبلات بيزود من حساسيه مستقبلات دي ليه، فتبدا تنتشر وكانها بتدور عليه، فتزيد الحساسيه، فبمجرد وجود الهرمون ده تاني يحصل اضعاف اضعاف الاعراض اللي حصلت قبل كده. يبقى حتة التأثر في الحياة الجنسية أو التناسلية دي بتحصل لما أقلل تمرين بشكل مفاجئ، أو لما أوقف تمرين، أو لما تمريني في المطلق يتأثر ويقل عن العادي. وهي دي الطريقة اللي بيتم بيها زيادة حساسية بصيلات الشعر في حالة الصلع الوراثي لوجود الدي اتش تي. هل البروتين المستخدم في رياضة كمال الأجسام ليه تأثير على نسبة الدي اتش تي أو الصلع الوراثي أو الحبوب اللي موجودة في الجسم؟ حابة أقول لكم إن دي ما هي الا اشاعه، لان مش البروتين المستخدم في الاساس هو اللي مؤثر في عمليه الصلع الوراثي او الحساسيه للدي اتش تي. بالعكس، احنا عاملين كده زي لما الجسم يكون محتاج تعويض للبناء العضلي في الكتله العضليه المتهتكه او المتمزقه، فالجسم ده بيستعين بالدي اتش تي. الدي اتش تي ده يقدر يوظف له البروتين مهما كان مصدره في منطقه التمزق العضلي، حتى لو كان البروتين ده مجرد بروتين موجود من النظام الغذائي، مش جاي من مكملات غذائيه او مش جاي من الواي بروتين او الكرياتين بروتين. تاثير البروتين في الحاله دي هو تاثير سينرجستيك. ليه؟ لان هو بيساعد، عامل زي ان انا جبت حد يساعدني، فالحد اللي ساعدني ده جاب حد يساعده في المهمه اللي انا مكلفه بيها. يعني البروتين ده مجرد ان هو بيشكل وفره على وجود امينو اسيدز كتير يستخدمها في استيعاب التكوين العضلي اللي ناقصني. طب ايه اقرب حاجه من البروتين المنتشر في الصيدليات او في الستورز للبروتين اللي يقدر ينفعني في العضلات؟ اقرب حاجه طبقا للابحاث في تكوينها للاسنشال امينو اسيد او الامينو اسيد الاساسيه الحيوانيه هو الواي بروتين، واقلهم ضررا. ليه طلعت سمعه على الكرياتين بروتين ان هو السبب؟ الكباتن معظمها بيعملوا ريكومنديشن للكرياتين بروتين بسبب ان هو اثبت علميا ان هو مش بيساهم فقط في توافر الامينو اسيد الاساسيه لتعويض تمزق الكيان العضلي وبناء العضلات. بالتالي وجدوا ان هو بيأثر في فاعليه والقدره على التمرين، فبقوا بيحبوه قوي، سواء الناس اللي بتتمرن، مين مش عايز ان فاعليه التمرين بتاعته تزيد؟ بالتالي ساعات تمرينه تزيد وكفاءته في التمرين تزيد، بالتالي بقوا يفضلوه على غيره من البروتين. طب هل ده بسبب كفاءه الكرياتين عن اي بروتين تاني في مساعده تكوين الكيان العضلي للجسم؟ خالص اطلاقا، هو بيساعد على تحسين الكفاءه في التمرين، فبالتالي انا بزيد الكتله العضليه، بتزيد، بيساعدني مش اكتر، ولكن انا مش بفضله، انا مش بفضل اي سبلمنت يرهق الجهاز الهضمي، ولكن هو هيساعدني في زياده كفاءه التمرين، وده بالنسبه لناس كتير جدا اهم من وجود البروتين از سبلمنت او سبب اخذ البروتين اصلا. اخر حاجه بقى عايزين نتكلم فيها هو الحل. والله الحل قدامنا حاجه من اتنين، يعني نستعوض ربنا في الرياضه دي رياضه كمال الاجسام ونقول كمال لله وحده، ودي طبعا حاجه انا مش بفضلها، انا بفضل ان اي حد عنده شغف في حاجه يفضل مكمل فيها. ان انا اسيطر على الدي اتش تي اللي مبهدل الدنيا. لا، يلا نتكلم على حلول السيطره على الدي اتش تي. في ناس كتير جدا الكباتن بتاعتها بترشح لها سبلمنتس او ادويه بتتاخد لمرضى البروستاتيك هايبر بليجيا، تضخم البروستاتا، وده شيء انا مش بعترض عليه، ولكنه شيء مش لازم، مش لازم اخد دواء بوتنت. كنت اتكلمت مع الناس قبل كده في حاجه اسمها دراج بوتنسي. يعني ايه بوتنسي؟ قوه الدواء. الادويه الكيميائيه دي ليها قوه عاليه جدا، فبالتالي ارتباطها بالبصيلات بيكون اعلى، يبدا تاثير الدواء ده يزيد واعراضه الجانبيه تزيد والادفيرس ايفكتس بتاعته تزيد والجرعه السامه بتاعته تقل. عشان كده اي بوتنت دراج تلاقوا الجرعات بتاعته صغيره، يعني فاصله واحد، 0.2، نص، ربع كده، تمام؟
انا دايما مع الحلول الطبيعيه. طب هتقولي طب ما هو في سبلمنتس كتير من مصادر طبيعيه ممكن ناخدها، هتقولي له هقول لكم زي ايه مثلا؟ زي الصوبا الماتو. الصوبا الماتو مش امن على فكره، مش 100% امن، وليه تاثيرات كتير جدا سالب. انا حريصه اديكم انفع حاجه باقل اضرار او اعراض جانبيه. الصوبا الماتو زيه زي ادويه الكيميائيه بتاعه البروستاتا، بتشتغل على ان هي تكون دي اتش تي بلوكر، يعني بيمنع الدي اتش تي ان هو يشتغل على المستقبلات الهرمونيه. ما حلش برده المشكله، وقت ما حاجه وقفهم هتعرض برضو نفس الاعراض اللي كنت متعرض ليها، لان انا ما حللتش اي حاجه من جذورها. انا كده عندي حل تاني، بدل ما انا استنى انتاج الدي اتش تي واشتغل على منعه وتظبيطه من الارتباط بالمستقبلات، طب ايه رايكم لما نمنع الدي اتش تي ده نفسه من الوجود اصلا؟ يعني امنع الجسم من هدرجه التستوستيرون الهرمون الطبيعي الذكوري لداي هيدروتستوستيرون. ازاي؟ حتى ناول حاجه اسمها 5 الفا ريدكتيز انهبيتوري، مثبطات انزيم ال 5 الفا ريدكتيز. طب وايه دول واجيبهم منين؟ دول موجودين حوالينا في حتت كتير جدا جدا، وانا اتكلمت عن حاجتين من اهم الحاجات اللي بتثبط ال 5 الفا ريدكتيز. احفظوا الاسم ده كويس قوي، الروزماري وبذور القرع العسلي هما من اهم الحاجات اللي بيشتغلوا على تظبيط ال 5 الفا ريدكتيز. اهم حاجه عشان اوصل يا جماعه اللي انا بقوله ده باحسن صوره، ان انا اعمل حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ما تضغطش على نفسي في التمرين، يعني بلاش، يعني اشتغل على عضلاتك واستشفائها بنفس الريت. لازم احط في اعتباري استشفاء العضلات دي واديها وقتها واديها الظروف اللي تسمح لها بده. يعني اول حاجه الاهتمام بالطعام والنظام الغذائي والمكملات السليمه الغير مضاده، توافر مناخ جيد لاستشفاء العضلات زي وجود حمام ثلج او حمام مثلج للمساعده على استشفاء العضلات، او حمام ماء بارد على الاقل بعد كل تمرينه، اعطاء فتره من الراحه للعضلات عشان يتم استشفائها من الجسم بدون حدوث الايرور او اللخبطه بتاعه الايه الحاله الطريقه اللي بتيجي للجسم دي، فيبدا الجسم يستدعي حاجات قويه جدا عشان تلحقه. متابعه الجسم والشعر والضوافر واي حاجه ظاهريه في الجسم بتقول لك وبتنذرك ان انت شغال غلط. الشعر والجلد والضوافر الحاجات الظاهريه دي يا جماعه هي مرايه لكل حاجه بتحصل في جسمك، اما على المستوى الغذائي اما على المستوى الهرموني او على مستوى اصابات الجسد والعدوى البكتيريه والفطريه والتي منه. فعشان كده لازم اركز مع الشعر، لازم اركز مع جلدي، مش بعد ما اتقرع واخش في مرحله ثالثه من الصلع الوراثي اقول ايه ده انا شعري خف قوي. لا، مش حاجه تخص السيدات فقط، اتمنى من كل الرجال اللي دخلت مجال كمال الاجسام ان هي تهتم بمتابعه الشعر والجسم والجلد، يشوفوا الحبوب ولا بينهم. انسب وقت اشرب فيه الروزماري او اكل فيه بذور القرع العسلي او اكل من زيت بذور القرع العسلي، وشوفوا الفيديو وتابعوا معايا عشان ان شاء الله عشان لسه اتكلم على حاجات كتير جدا برضو ليها نفس الفعاليه. اشرب كوبايه من الروزماري بعد التمرين بساعتين، او معلقتين كبار من زيت القرع العسلي، او كبشه حلوه كده من بذور القرع العسلي. وتابعوا معايا علشان انا هنزل حاجات مهمه الفتره الجايه جدا بخصوص الموضوع ده. لو انا اتبعت الحاجات دي كده هحقق لجسمي الظروف الكويسه اللي يتم استشفاء العضلات بتاعته فيها، بالتالي ما يحصليش زياده في دي اتش تي، واقدر امارس رياضه كمال الاجسام وانا مطمن انا ممشي جسمي بالريت السليم اللي يتوفر له فيه سبل استشفاء العضلات والراحه الجسديه، وفي نفس الوقت تحقيق المظهر المراد برياضه كمال الاجسام. بعتذر لو الفيديو ده طول شويه، لكن الموضوع ده ما كانش يمكن اختصاره ابدا، وكان لازم كلام فيه على كذا نقطه. ميرسي جدا ان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي. لو حد عنده اي سؤال يسالني في الكومنت وان شاء الله هرد عليه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اتمنى ان انتوا تدعموا القناه لان هي محتاجه ده جدا الفتره دي. اعملوا لي سبسكرايب عشان تتابعوا المواضيع المهمه جدا الجايه اللي هنتكلم فيها. اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا علشان هناك بنناقش مواضيع مختلفه، بنعمل اسك ونطلع لايف بنتكلم في حاجات كتير. اعملوا لي جوين على جروب الفيسبوك. وميرسي جدا ليكم ان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي. باي باي.